والسابع 3000 والثامن 2000 دولار. هذا هو البطل العربي الكويتي. طبعا البطل محمد علي الزنكوي 24 سنة عمره. والزنكوي الكويتي هو بطل آسيا في البطولة 15 التي أقيمت في مانيلا على مستوى ألعاب القوى الآسيوية. طبعا رمى في مانيلا 70 متر و62 سنتيمتر، كان ذلك في 2003. ومحمد علي الزنكوي 24 سنة عمر. طبعا في الأولمبياد كان مركزه 11، 73 متر 62 سنتيمتر. وفي بطولة العالم الأخيرة في أوساكا كان مركزه 12 ب 76 متر 4 سنتيمتر. أول محاولة كانت غير موفقة هاردلك، نتمنى له التوفيق في المحاولات القادمة إن شاء الله. فخر واعتزاز أن يتواجد بطل عربي